بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أخذنا أسباب سجود السهو، وأن للسهو أسباب ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فالزيادة سهوا لا تبطل الصلاة، لكن متى تيقن أنه قد زاد لابد أن يقطع هذه الزيادة ويجلس، والصلاة صحيحة. النقص إذا كان للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. أما الشك فينقسم إلى قسمين: بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. فإن تيقن 100% النقص يرجع، وإلا فلا. القسم الثاني من الشك أن يكون الشك في داخل العبادة، في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا كان كثير الشكوك لا يلتفت إليه أيضا، قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، فإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. زيادة ونقص وشك، هذه أسباب سجود السهو. هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصح هذا ويصح هذا ولا إشكال. ذكرنا أن سجود السهو وسجود من يعرف وسجود التلاوة وسجود الشكر. سجود السهو تقدم، سجود التلاوة يسجد إذا جاءت ومرت به آية فيها سجدة على ما هو موجود في المصحف. إذا سجد الإمام سجدنا، إذا سجد القارئ وكنت تسمع لقراءته تسجد كذلك. هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ لا. هل يشترط للمرأة إذا أرادت قراءة القرآن أن تغطي شعرها؟ لا. وإن جاء المر بها آية فيها سجدة تسجد ولا إشكال. ماذا نقول في سجود التلاوة؟ مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى. هل يكبر؟ لا. يسلم بعد السجود؟ لا. وكذلك القسم الثالث سجود الشكر، متى يكون؟ إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يسجد. ومثلنا بما ورد عن الصديق رضي الله عنه من سجوده عندما جاء خبر مسيلم أنه قتل، فتح الله عليه آخر مرة. غير هذا. أخذنا أن أوقات النهي خمسة، وقلنا لو قال قائل: ما الحكمة من هذه الأوقات، الأوقات التي فيها نهي؟ نقول: أنت عبد ليس لك إلا رضا التسليم، وأن هذه الأوقات منها ما هو موافق
للكفار في عبادتهم حتى وإن كان في الوقت منعنا، أو الوقت الذي تسعر في نار جهنم، أو حتى ينشط الإنسان الصلاة، لأن المنع يجعله يشتاق وهكذا. والشريعة جاءت بتنوع العبادات حتى تنشط. أحيانا تصلي الفجر الساعة 7، وأحيانا الساعة 6، وأحيانا الساعة 5، تصوم مرة في الصيف ومرة في الشتاء. نعم، هذا يجعل النفس تنشط، صحيح؟ المنع يجعلك ترغب في الصلاة، ولهذا تجد أن أوقات النهي بعد هذا الوقت يأتي وقت صلاة. الآن عندما منعت في الوقت الأول والثاني تأتي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الإشراق. نعم، تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو 6 ركعات، ثم يأتي المنع قبل الظهر، ثم بعد هذا تصلي الظهر، ولك أن تتنفل من الظهر إلى العصر، صحيح؟ ثم يأتي المنع إلى غروب الشمس، ثم تصلي المغرب، ولك أن تتنفل من المغرب إلى الفجر، صحيح؟ أي نعم، هذا كل وقت صلاة. أوقات النهي 5، من تسليم الإمام من صلاة الفجر إلى ظهور القرص، ومن ظهور القرص الثاني إلى أن يرتفع، قلنا تقريبا من ظهور القرص إلى أن يرتفع قرابة 1/4 ساعة، قبل أذان الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد تسليم الإمام من صلاة العصر إلى أن تدنو الشمس، من دنو الشمس إلى أن تغرب، هذه أوقات 5 لا نصلي فيها، نهينا عن الصلاة فيها إلا قضاء الصلوات المفروضة والصلوات ذوات الأسباب، إعادة الجماعة يذكر الشيخ رحمه الله، وكذلك الصلاة ذات سبب، صلاة الكسوف وتحية المسجد مثلا، ركعتي الطواف فتح الله عليك، غير هذا. صفة صلاة الكسوف، يصلي ركعتين ب4 ركوعات، في كل ركعة يركع مرتين، يجهر في القراءة ويطيل، ويشرع عند الكسوف الصلاة والاستغفار والصدقة. نعم، وقلنا هناك من يرى أن صلاة الكسوف واجب للنداء ينادى إليها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ثم يخطب بعد الصلاة، غير هذا. نعم، الحركات في الصلاة 5، حركة محرمة، أكل، شرب، ضحك، التفات كثير عن القبلة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، الكلام العمد مع العلم والذكر. حركة مكروهة هي الحركة قليلة أو غير متوالية لغير حاجة، وإذا كانت حركة لحاجة فهي مباحة، وحركة يتوقف عليها كمال الصلاة مستحبة. صحة الصلاة واجبة، هذه الحركات في الصلاة 5، غير هذا. تفضل، غير هذا مما أخذنا. صلاة الاستسقاء، طلب السقيا،
يواعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى، يخرج الناس إلى المصلى، يخرج في صورة المنكسر المتواضع، يصنع أشياء قبل الخروج موجبة لرحمة الله، خروج من المظالم، ويأمر الناس بهذا، والصدقة والاستغفار، صلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. نعم، فتح الله عليك. وغير هذا. نعم، رأينا المعنى الصحيح من أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقلنا القراءة تشمل الحفظ ومخارج الحروف والتدبر والعمل، ولو وجد من هو حافظ لكن لا يعرف فقه الصلاة، ومن لديه شيء من الحفظ مع الفقه يقدم الأفقه. ثم إن كانوا في القراءة السواء فاعلموا بالسنة، كانوا في السنة السواء فأكبرهم سنة. وذكرنا ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مما يفعل بعض الناس هدانا الله إياه، وهو أنه لا يتقدم أو يتأخر أو كذا، يتقدم إذا كان يغلب على ظني أن أحق الناس بهذا. نعم، إلا إذا كان المسجد له إمام راتب، أو في لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه، فتح الله عليك. غير هذا. نعم، مدافعة الأخبثين. قلنا مدافعة عسيرة هذه لا تضر، مدافعة قوية محرمة، صلاته باطلة لأنه لا خشوع. مدافعة ليست بخفيفة أو قوية وسط فالصلاة مكروه هنا. وطعام يشتهيه ومأذون له فيه في تناوله، صحيح؟ كذلك. نعم، طيب، صلاة أهل الأعذار. المريض كيف يصلي المريض؟ أولا، هل المرض يمنع من حضور صلاة الجماعة؟ ننظر ما هذا المرض، كما ذكرنا فيما تقدم في الصيام، جرح في إصبعي وقال معذور لا استطيع الصيام ولا صلاة الجماعة، هل هذا مرض يمنع من حضور الجماعة؟ لا، لكن إذا كان لديه منع مرض، وهذا المرض يشق عليه أن يحضر الجماعة ويمنع من حضور الجماعة، فهذا معذور، حمى شديدة مثلا، فهذا معذور في حضور الجماعة. يا أخواننا، كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني يحمل من رجلين ويسحب سحب إلى المسجد، ولا يتخلف عنها إلا منافق، صلى الله وسلم عليه، ظاهر النفاق زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل السلف، حرص على الجماعة. الجماعة تشرع حتى عند الخوف، اجتماع وعلى إمام واحد، صلاة الخوف فيها شيء من الغرابة أحيانا تجدها، هذا يدل على اجتماع الأمة حتى في الخوف، إمام واحد ويجتمع فريق يصلي وفريق يحرس ثم يأتي الفريق الثاني وكذا، هذا دليل من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أقل ما يقال فيها. مفهوم؟ أجلس. طيب، إذن يعفى عن المريض، أي مريض الذي يشق عليه حضور الجماعة يعفى عنه، والله حسيبه. إن استطاع أن يصلي قائما والصلاة قائمة، ركن القيام في الصلاة ركن في الفريضة، أما النافلة يصح أن يصلي جالسا ويكتب له نصف أجر القائم، إلا إذا كان مريض
ويشق عليه القيام يصلي جالسا وله الأجر كامل، أو على جنب، أو على جنب. هذه القبلة ينام على جنبه الأيمن ويتجه بوجهه وجنبه إلى القبلة. كيف يركع ويسجد على جنب؟ يتخيل أنه راكع وساجد. أما حال الجلوس يومئ إما، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. انتبه. نعم. إن شق على المريض أداء كل صلاة في وقتها، ماذا يصنع؟ يجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع تقديم بين الظهر والعصر، يصلي الظهر في وقت الظهر ثم يجمع معها العصر، أو جمع تأخير يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر. وكذلك يسن للمسافر الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصر المسافر الرباعية. هذا الضابط عندنا، يقصر أي صلاة؟ أي رباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء والمغرب، لا ليست برباعية، والفجر. إذن يصلي المسافر الفجر ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين. هذا إذا صلى خلف إمام مسافر يصلي بصلاته والمسافر يقصر، أو صلى منفردا. لكن إذا صلى خلف مقيم يأتم بالمقيم ويصلي بصلاته حتى ولو أدرك من الصلاة ركعة. يعني الآن جاء إلينا رجل مسافر وأدرك معنا من صلاة العشاء ركعة واحدة، وصلى خلف الإمام والإمام مقيم، ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بثلاث ركعات، لأنه أدرك مع الإمام ركعة. مفهوم؟ نعم. عند الخوف ذكرنا صلاة الخوف في الجهاد، نصلي الصلوات جماعة إمام واحد. نعم. لكن إن اشتبك وجاء، يعني كان القتال دخل وقت الفجر الآن،